في البداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي أدهم، عايش حاليا في مدينة أوروبية. أنا أساسا من صعيد مصر، كنت عايش برا مصر طول عمري. لما رجعت حصل اللي حصل. أنا كنت عايش حياة هادية جدا، يعني ببلدي كده كنت في حالي، لا ليا دعوة بحد ولا حد له دعوة بيا. انطوائي، بحب العزلة. لحد ما جه اليوم اللي لقيت فيه باب البيت عندي بيخبط. بفتح لقيته عم سلامة. عم سلامة ده جاري من زمان قوي وبيحبني جدا. خدني بالحضن، وحشتني يا ابني وانت عامل ايه، واسئلة بقى وحركات. المهم قعد معايا شوية، لقيته بيقول لي: معلش يا ادهم يا ابني، انا رايح اعمل عمرة وعايز اخلي الحاجة دي عندك. بالمناسبة عم سلامة ده راجل عجوز في الستينات من عمره، بس بيحبني جدا، وكان في محاولات زمان انه يجوزني بنته بس ما حصلش نصيب، وهي اتجوزت وبعدين ربنا توفاها هي وجوزها وابنها في حادثة صعبة جدا. عم سلامة اداني حاجة كده عاملة زي، عارفين انتوا المزهرية بتاعت الورد اللي بتتحط في البلكونات دي، هي كانت عاملة زيها بس كان لها غطا. فكرتني بالأواني اللي الهنود بيحط فيها تراب الأموات بتاعهم. أخدتها منه، ومن يومها حياتي اتقلبت رأسا على عقب. كنت بصحى من نومي على واحدة واقفة قدام السرير بتاعي شايلة عيل صغير في ايديها، ولما ركز فيها الاقيها بتبصلي بعيون نارية وبعدين تختفي. كتير جدا حصل معايا الموقف ده، وكمان كنت بصحى الساعة 3 بالليل على صوت ابويا وهو بينده علي. انا ابويا وامي ماتوا الله يرحمهم من 5 سنين. مرة صحيته وانا بنزل من على السرير، حسيت اني نازل في مية دافية جدا. لما ولعت النور لقيت السرير عايم وسط بحيرة من الدم السخن، واللي فعلا كان طالع منه بخار من شدة سخونيته. بعدها بغمض عيني وفتحها تاني ما لقيش اي حاجة. كنت بسمع اصوات كتيرة بتنادي عليا، ابص حواليا لكن مش شايف اي حاجة، مش شايف غير خيالات سودة بتلف حواليا في الأوضة. انا مش عارف ايه ده ولا بيحصل ايه. قعدت مع نفسي بعد ما كنت هتجن، فكرت اني اتصل بواحد من صحابي من القليلين جدا. واتصلت بواحد صاحبي اسمه ايمن. الو ايمن. ايوه، مين معايا؟ انا ادهم يا ايمن، ادهم حماد. يا ندل، فينك ياض من زمان؟ والله انا زعلان منك. معلش يا ايمن، بقول لك ايه، انا عايزك تجيلي ضروري، محتاج لمساعدتك جدا. خير؟ في ايه يا ادهم؟ انا بموت يا ايمن ومحتاج مساعدتك. بصراحه ايمن ما كدبش خبر. تاني يوم لقيت الباب بيخبط عندي، بفتح لقيته هو. خدني بالحضن وقعدنا نسترجع ذكريات زمان في محاوله منه انه يهديني شويه. نسيت اقول لكم ان في الليله دي واللي قبل ما ايمن يجي فيها حسيت بحاجه سخنه قوي على صدري، وتاني يوم صحيت لقيت علامه حرق على صدري و5 صوابع معلمين فيه.
المهم لما جه أيمن وقعدنا قال لي إيه؟ إيه اللي حصل؟ احكيلي. وقعدت أحكيله، استغرب جدا. بعدها قال لي بقول لك ايه ادهم، هو كان في جن بيتحضر في البيت ده ولا حاجه؟ ما انت عارف يا ايمن، ما انت عارف ابويا وامي، تفتكر يعني انهم كانوا بيحضروا جن؟ طب خلاص، المهم اهو هوت انا معاك وهنشوف ايه اللي بيحصل. ايمن صاحبي من صغره هو بيهتم بالجن والعفاريت، بيحب يقرا ويدرس ويعرف عن العالم ده اكتر مما ينبغي. المهم واحنا قاعدين الكلام خدنا ودخل الليل، فتحنا التلفزيون عشان نتفرج عليه، فجأة الكهرباء قطعت. لقيت ايمن بيقول لي عادي عادي يا ابني، ما الكهرباء بتقطع كتير دلوقتي. طيب بص بص يا ايمن، شاورت له على اللمبة اللي قدام الحمام، اللمبة كانت بتشتغل وتطفي ولونها بيتغير من اللون الابيض للون الاحمر. قام ايمن وراح ناحية اللمبة، لقيته واقف متسمر قدام باب الحمام واللي اتفتح لوحده بهدوء شديد. طلعت اجري عليه، ببص جوه الحمام اللي ايمن شاور لي عليه من غير ما يتكلم، وكانت الصدمة البشعة اللي شفناها احنا الاتنين. لقينا واحدة ست واقفة قدام البانيو ومشغلة الدش وبتحمي عيل صغير في الدش، بس الدش ما كانش بينزل مية، ده كان بينزل دم لونه احمر غامق. لقيناها فجأة بصت لنا وكأنها انتبهت لوجودنا. كان المنظر الأبشع واللي ممكن تتخيله في حياتك إن الست دي بعين واحدة، مفيش شفايف، السنان كلها طالعة لبره، نص راسها من قدام مش موجودة، نص شعرها نازل من نص الراس واللي باقي، وبقية الشعر نازل من بقها بشكل غريب. خلاني ارجع لورا، وانا واقف كان هيغمى علي. بس استنوا، المنظر ده ما يجيش اي حاجة جنب منظر الولد او الطفل الصغير اللي كان معاه. الطفل الصغير بص لينا وهو بيبتسم، لقينا عينيه اليمين اتخلعت من مكانها واتنطرت قدامنا. بعدها لقيناه بيبص لأمه أو الست اللي كانت بتحميه دي، ومسك إيده الشمال بإيده اليمين وخلعها، بدأ بعد كده ياكل فيها. لا، والظريف بقى إنه كان بيأكل الست دي من دراعه. أنا طلعت أجري وأنا ببص ورايا، لقيت أيمن اتنفض من مكانه وبصله وضحك ابتسامة مرعبة، نفس الابتسامة اللي اترسمت على وش العيل الصغير. كان بيقول لي أنت شايلهم عندك، لازم تحررهم وإلا مش هيسيبوك. أيمن قال لي كده ووقع قدامي، قعدت بعدها أفوق فيه، بدأ يفوق شوية بشوية ويقول لي أدهم، أنا لقيت الست دي فجأة واقفة قدامي وتحولت لطيف دخان أسود وبدأت تدخل في بقي، وبعد كده معرفش ايه اللي حصل. قعدت مع ايمن لحد ما فاق، حكيت له على كل حاجه. لقيته بيقول لي ادهم،
بص، الموضوع شكله كبير قوي، في حاجة غلط حصلت في البيت هنا. هي ايه؟ انا مش عارف، بس لازم نعرفها. وفجأة هو بيكلمني خطر في بالي حاجة. حكيت لأيمن على المزهرية اللي عم سلامة دهاني، فلقيته بيضحك وبيقول لي: يا عم مزهرية ايه؟ يعني هيكون مخبيلك فيها جن ولا حاجة؟ في حاجة بتحصل في البيت وان شاء الله هعرفها. خليني بس اقوم دلوقتي انام وارتاح شوية. ايوة ايمن، وانا كمان والله عايز انام شوية. يلا يلا نطلع ننام وبكرة نشوف هنعمل ايه. وطلعنا فعلا على الأوضة وقررنا ننام. قررنا ننام في أوضة واحدة مع بعض. وفي نص الليل صحيت من نومي على صوت، عارف لما تكون قاعد على السرير وبتهز لقدام، أهو نفس الصوت. ببص جنبي لقيت أيمن قاعد وشايل طفل صغير على إيده زي ما يكون كده بينيمه. فقلت له: ايه ده يا ايمن، انت بتعمل ايه؟ لما بصلي ما شفتش غير عينيه اللي كانت بيضة تماما. قمت بسرعة وولعت النور، لقيت ايمن ووشه اسود تماما وكأنه محروق، وعينيه بيضة تماما ومنورة بشكل بشع، كان نازل منها من الجنب خيوط دم. والطفل الصغير اللي على ايده كان نفس الطفل اللي كان في الحمام. ببص قدامي على سريري لقيت واحدة قاعدة ومدياني ظهرها وبتمد ايديها لأيمن عشان تاخد منه الطفل. الطفل هو بيتاخد من أيمن، لقيته مسك أيمن من راسه وخلعها وانفجر الدم في وشي، وأنا قاعد في مكاني علشان أقوم مفزوع من على السرير وأطلع أجري وأفتح باب الأوضة. ببص قدامي لقيت أيمن مقابلني وبيقول لي: مالك يا ابني؟ في ايه؟ انا كنت بشرب وراجع تاني. فشاورت له على الاوضه، فبص ايمن في الاوضه ما لقاش حاجه، فقال لي: يا ابني ما تخافش، هتلاقيه كان حلم بس. حلم؟ حلم ايه يا ايمن؟ طيب واللي في وشك ده ايه؟ فحط ايده على وشه لقى زي خيط دم نازل من عينيه، فقال لي: ادهم انا مش فاهم حاجة، بس ده جن، في جن هنا في البيت، الجن ده متوحش لدرجة انه ممكن يقتلنا، في حاجة غلط يا ادهم في البيت، وكل شوية بنقرب منها اكتر. أيمن قال الكلمة دي من هنا وسمعنا صوت من تحت زي صوت حاجة بتتسحب على الأرض. بنبص من فوق لقينا الطفل الصغير ده سحب في إيده حاجة مش عارفين هي إيه. نزلنا لتحت شوية على السلالم، اكتشفنا إن الطفل ده بيجر جثة راجل. بنركز في الجثة قوي، لقيت أيمن بيبصلي وبيقول لي: ده أنت يا أدهم؟ أيوة، الطفل كان بيجر جثتي أنا وبيبصلي وبيبتسم ابتسامة كلها شر وخوف وفزع. بعد كده قعد قدام جثتي وبدأ يأكل فيها وكان مستمتع جدا وهو بيأكل منها. فجأة لقيته قام من مكانه وطلع يجري على الحمام.
طلعنا جري نجري وراه، فتحنا باب الحمام لقينا كمية مهولة من الكلاب السوداء، أحجامها صغيرة جدا بس أسنانها اللي باينة من بقها، الواضح إننا هنتاكل وإحنا واقفين. فبنلف بسرعة عشان نطلع نجري. المفروض إن في قدام الحمام في طرقة كبيرة، بس لما لفينا لقينا في وشنا حيطة سد، يعني الحيطة من قدامنا والكلاب من خلفنا. وفجأة لقيت نار شديدة جدا ولعت في الكلاب، والنار دي بدأت تقرب مننا، تقرب. لقيت أيمن بيشدني وبيخبطنا في الحيطة دي، والمفاجأة إننا عدينا منها بسهولة وخرجنا برا البيت. ومن برا شفنا البيت كله وهو بيولع، بس الغريبة محدش من الجيران اتحرك من مكانه. فضلنا قاعدين قدام البيت للصبح، ونمنا واحنا قاعدين قدامه. فوقنا على صوت واحد بيقول لنا: ايه يا ابني انت وهو، انتوا نايمين كده ليه؟ ده كان الشيخ نعمان، كان شيخ الجامع بتاعنا. فقلت له: البيت ولع يا شيخ. بيت ايه اللي ولع يا ابني؟ البيت زي الفل قدامك اهو. وبنبص فعلا لقينا البيت وكأنه مغسول من بره. فقلت له: يا عم الشيخ، انا عايز احكي لك عن حاجة. احكي يا ابني. حكيت له عن اللي حصل كله من طقطة لسلام عليكم. لقيته بيقول لي: عمك سلامة يا ابني مات من يجي 3 سنين بعد بنته ما ماتت. مات؟ مات ازاي يا شيخ؟ ده جالي واداني حاجة كده عاملة زي المزهرية. هنا قطعني الشيخ وقال لي: ادالك ايه؟ حاجة عاملة زي المزهرية مقفولة من فوق وعليها رسومات غريبة كده. ايوه بالظبط. هي فين يا ابني المزهرية اللي بتتكلم عنها دي؟ دي محبوس فيها جن من اقوى وابشع الجن اللي ممكن تقابلهم في حياتك. هي فين؟ فوق يا شيخ، تعال معايا. ودخلنا البيت عشان نجيب المزهرية، وكانت المفاجأة، المزهرية كانت مفتوحة ونازل منها دم. يا نهار اسود، ايه اللي فتحها دي؟ استر يا رب. بصيت لأيمن لقيته بيقول لي: انا ما فتحتهاش ولا كنت اعرف مكانها، انت الوحيد اللي تعرف مكانها. وانا كمان والله ما فتحتها. يا ابني انت وهو، ممكن الجن يكون لبسك وسخرك انك تفتحها. طيب دلوقتي هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ بص يا اولاد، احنا لازم نروح قبر سلامة، اكيد هنلاقي فيه اي اجابة. وبالفعل رحنا لقبر عم سلامة، لكننا ما لقيناش اي حاجة. بس اللي استغربناه ان سلامة كان مدفون مش متكفن، يعني مفيش كفن عليه. وكمان انتوا عارفين اننا بندفن موتانا ناحية القبلة. عم سلامة كان مدفون العكس، عكس القبلة. الشيخ نعمان اقسم لنا بالله ان هو اللي دفنه بايده، وانه كان متكفن ومدفون ناحية القبلة. عمكو سلامة في حد دخل في قبره. يعني يا عم الشيخ هيدخل عشان يسرق الكفن يعني؟ مش عارف بقى، بس دي الحاجة اللي لازم نعرفها ونشتغل عليها.
ومن هنا لحد ما نكتشف الحاجة دي سيبوا البيت عندكم يا أدهم، وتعالى تعالى معايا أنت وصاحبك. لقيت أيمن بيقول لي أنا هروح أنا بقى يا عم، أنا كده شكلي هموت. فالشيخ نعمان مسك أيمن من إيده وبص في عينيه وقال له أنت بالذات لازم تيجي معانا. وبالفعل مشينا أنا وأيمن والشيخ نعمان، ويا عالم إيه اللي هيحصل بعد كده. الشيخ نعمان طول اليوم كنت شايفه قاعد بيبص لأيمن من بعيد لبعيد، فقلت له بينه وبينه في إيه يا عم الشيخ نعمان؟ خير يا أدهم يا ابني. هو حضرتك بتبص لأيمن كده ليه؟ أيمن صاحبك في حاجة غريبة، عينيه مش مستقرة وبتلفت حواليه كتير. أيمن شايف حاجة احنا مش شايفينها وخايف يتكلم. أيوة، في مرة من المرات يا عم نعمان قال لي إنه شاف الست اللي واقفة دي بقت عاملة زي الطيف ودخلت في بقه. ايه؟ والله يا عم نعمان هو قال لي كده. ساعتها عم الشيخ نعمان قام وشغل الراديو على اذاعه القران الكريم، وكانت بالصدفه صوره الجن اللي شغاله. فجاه لقيت ايمن مش قاعد على بعضه، قام بسرعه وطفى الراديو. قام الشيخ نعمان بكل هدوء وشغل الراديو تاني. لقينا أيمن بصلنا احنا الاتنين وعينيه بقت بيضة تماما، وقال لنا انتوا فاكرين انكم بكده بتصرفوني ولا بتأذوني؟ وضحك ضحكة شيطانية. فجأة لقيت الشيخ نعمان قام بسرعة ومسك أيمن وكتفه مش عارف ازاي. الشيخ نعمان بقى قوي جدا كده فجأة، كتفه ونيمه على الأرض وبدأ يقرأ عليه آيات قرآن لحد ما أيمن هدي خالص وفاق. لقيته بيقول لنا هو في إيه؟ أنت بتعملوا إيه فيا؟ رد عليه الشيخ نعمان أنت اتلبست يا أيمن، وأنت اللي فتحت المزهرية وحررت منها الكائن اللي كان فيها. لا ازاي، انت بتكذب اكيد. فقطعته وانا في الكلام وقلت له على اللي حصل. لقيته بيقول لي على فكرة انا مش زعلان، انا كان نفسي اعيش مغامرة كده من زمان. قال لي كده ايمن وهو زي ما يكون مبسوط انه تلبس. ايمن انت ممكن تموت. ايوه بس ممكن اشوف العالم بتاعهم واعيش فيه، اعرف بيعملوا ايه وعايشين ازاي. فرد عليه الشيخ نعمان وقال له يا ابني انت كده ممكن تأذي نفسك. ما هو مش بمزاجي يا عم الشيخ. طيب احنا هنساعدك بس لازم تساعدنا يا ابني. انا معاك يا عم الشيخ في اي حاجه. قالها أيمن وهو بيبص حواليه. الشيخ نعمان قال له أنت شايف حاجة؟ شايف إيه دلوقتي؟ شايفه بيلف حوالينا ومبسوط إني فرحان بوجوده جوايا. حاول تطرده يا أيمن، حاول. في اللحظة دي وفي لمح البصر أيمن طلع يجري ونط من شباك البيت. البيت دور أرضي بس، هو نط هو طلع يجري ناحية المقابر. طلعنا احنا الاتنين نجري وراه. فجأة اختفى أيمن من قدامنا. هو راح فين؟
أنا عارف هو فين. رحنا جري على تربة عم سلامة، لقينا باب التربة مكسور. بنبص جوه لقينا أيمن قاعد وبياكل بقايا جثة. بقايا جثة كانت قدامه. أنا كان هيغمى علي. لقيت الشيخ نعمان دخل له جوه وضربه على دماغه وسحبه لبره وهو بيحاول يفك منه. كان بيقول له: مش هتقدروا، مش هتقدروا عليا، ده أقوى منكم. سلامة سلامة حضره وقدم بنته وجوزها وابنها قرابين ليه علشان يحضر ويحقق له طلباته. مش هتقدروا عليه. والوهلة من الوقت الشيخ نعمان قال لي: سلامة سلامة في آخر أيامه ما كانش مركز في أي حاجة، وكان تحت عينيه أسود جدا بقى مش طبيعي. بدأ يزور مقابر كتير. كنت سمعت إنه راح لدجال. لما رحت له وقلت له حرام، قال لي إن في كنوز هنا ولازم يطلعها. والشيخ الدجال يعني اللي كان بيروح له قال له: هنعقد صفقة مع جن يدلنا عليه وياخد حسابه، واللي هو ايه ما يعرفش. بس من كلام صاحبك دلوقتي عرفت الحساب ده كان ايه. كان بنته وجوزها وابنها اللي سلامة ومن غير ما يقصد قدر انه يرجع ارواحهم تاني، وهم اللي قتلوه، وقدروا بطريقة من الطرق يحبسوا الجن اللي الدجال حضره، يحبسوه في المزهرية واللي كانت معاك، والطريقة برضه قدروا يكتبوا عليها طلاسم علشان ما يقدرش يتحرر منها. بس أيمن لما اتلبس وفي حالة اللاوعي قدر يحرره من الحبس بتاعه وينتقم منكم كلكم، ودلوقتي كمان هينتقم مني. أيمن في الوقت ده كان بدأ يرجع لحالته الطبيعية، فقلنا له على اللي حصل كله، واللي في ساعتها على طول بدأ يرجع كل اللي في بطنه. أنا كنت باكل جثة. هو مش أنت كنت مبسوط إنك ملبوس؟ أيوة، بس مش لدرجة إني آكل جثة. لا، ده لدرجة إنك تاكل جثة، وكمان لدرجة إنك تقتل. لحد ما تخرج اللي فيك ده هتتحبس لأنك ممكن تأذينا. لا، أنا ما اتحبسش. وفجأة لقيت عينه بيض التاني وبدأ يقطع، أو بمعنى أصح يسلخ جلد وشه بإيده. في الوقت ده حسيت أنا والشيخ نعمان بحاجة بتخنقنا، وبدأت أنزف من مناخيري دم كتير، والشيخ نعمان بدأ يقرأ آية الكرسي وهو بيتخنق، وأيمن كان نازل سلخ في وشه لحد ما شال الجلد خالص من عليه وبقى شكله مرعب جدا. وفي لحظة اتحول شكل أيمن لشكل الست اللي كانت بتظهر لنا، واللي عرفت من الشيخ نعمان ان دي بنت عم سلامة. كانت بتبص بتحدي لينا وبتقول لنا: سبتوه يموتنا، وانت ساعدته. قطعتها وانا بقول لها: ساعدته في ايه؟ انا ما كنتش هنا اصلا. كنت سايب له مفتاح بيتك، البيت
اللي تم فيه كل حاجة، قتلنا فيه وقطع جثثنا وما رحمش ابني الصغير ولا جوزي. طيب وانا كنت، انا كنت هعرف منين؟ هتموت، هتموت وتتقطع زي ما عمل فينا. هو مثل بجثثنا واحنا هنمثل بجثتك. في نفس الوقت لقيت باب الحمام في بيت الشيخ نعمان اتفتح علشان يظهر منه الطفل الصغير، ومن وراه ظهر الأب، الأب اللي كان أول مرة نشوفه. كان كائن فظيع. عارفين الغول اللي بيخوفونا منه؟ كان إنسان براس زي راس الطور وليه قرنين كبار. كان ماشي ورا الطفل الصغير اللي هو ابنه أصلا. وقفوا الاتنين وكأنهم مستنيين الأوامر. فجأة لقيت أيمن ظهر قدامي وبيقول حاجات غريبة. أنا صدمت لما عرفت إن أيمن بيستخدم السحر الأسود عشان يقضي على اللعنة اللي احنا فيها دي. وعلى حد قول أيمن إن اللي بيحصل ده سحر أسود، ومش هيقضي عليه غير سحر أسود زيه أقوى منه. لقيته بدأ يقول: أقسمت عليك يا سنجاب ابن البواب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحي القيوم، الرحمن الرحيم، رب جبرائيل وميكائيل، أهيا شراهيا، أهيا شراهيا، نمهيا أدوناي، أسباؤوط، آل شداي، شلعجس، شليكوش، تمطقش، تتكلوش، مهلوشخ، بهمش هميوش، يشيس، شناهش، مرتكيوش، نافلهم، غيوتا نافلة، ساوس. بعدها لقيت كائنات بدأت تظهر قدامنا وتجسدت قدامنا. دول بدأوا يتحركوا في شكل زي الدوائر. عملوا دايرة كبيرة واترفعوا لفوق في وسط المكان اللي احنا واقفين فيه، وحصل بينهم زي انفجار ضوئي بسيط، وبعدين اختفوا من قدامنا فجأة وبدون اي مقدمات. لقينا الست دي جاية هي وابنها وجوزها والكائن الغريب اللي اطلقوا ايمن من المزهرية. كانوا هاجمين علينا، وكانهم اتحدوا مع بعض علشان يقضوا علينا ويقضوا على اللي حضرهم. ايمن حضرهم وبدأوا يهجموا علينا لما اتأكدوا ان الجن التاني انصرف. بس المفاجأة انهم ما كانوش انصرفوا، كانوا موجودين، ومجرد ما التانيين دول حضروا هجموا في نفس شكل الدايرة اللي عملوها قبل ما يختفوا. حاوطوا الأربعة دول وبدأوا يلفوا بسرعة جدا حواليهم. عارفين العاصفة الهوائية اللي بتبقى في شكل دايرة؟ كان نفس الكلام بالظبط. بدأ الأربعة، الست وجوزها وابنها والكائن اللي معاهم، بدأوا يترفعوا مع الأرض ويدوروا في الدايرة دي. بدأت ألسنة من اللهب والنار الشديد تظهر وسط الدايرة، وإحنا واقفين وكأننا بنتفرج على فيلم رعب. كنا بنبص عليهم وبنلف بعينينا مع لهب النار، واللي بدأ يمسك في الست دي وجوزها وابنها والكائن اللي معاهم. سمعنا أصوات صراخ وعياط شديد لدرجة إننا ما تحملناش. كان هيغمى علينا من شدة الأصوات دي واللي كانت بتخرج منهم. فجأة وفي لمح البصر اختفى كل شيء من قدامنا، ومعاهم
اختفى أيمن، اختفى أيمن وهو سايب علامة استفهام كبيرة أوي. إزاي قدر يعمل كل ده؟ وإزاي قدر يحضر الجن القوي ده؟ وإزاي قدر يقنعهم إنهم يساعدوه؟ لغز، لغز كان هيجنني. معرفش أيمن راح فين ولا عمل إيه. بعد ما انتهى كل شيء قررت اني اسافر ومرجعش هنا تاني ابدا. وفعلا حجزت وسافرت، وانا في المطار بطلع الجواز بتاعي وأعمله ورقة صغيرة، اخدتها حطيتها في جيبي، قلت يمكن يكون فيها عنوان او حاجة. لما ركبت الطيارة وتحركت حسيت بسخونة في جيبي، افتكرت الورقة، خرجتها من جيبي لقيتها فاضية ما فيهاش اي حاجة خالص. لسه حطها في جيبي تاني، فجأة بدأ يظهر فيها كلام، وكأن واحد ماسك قلم وبيكتب. كان الكلام كالتالي: صديقي العزيز أدهم، بعد التحية أعلم أنك تتساءل الآن عما حدث وكيف حدث. إليك الأمر بكل بساطة وتلخيص. منذ زيارتي الأولى لك وأنا أعلم أنه يوجد قوة شريرة جدا في المكان، هدفها القضاء عليك وعلى كل من حولك، لذلك قررت مساعدتك والانتقام ممن يريدون القضاء عليك، فعقدت صفقة مع ملك الجن الأحمر الناري أن يخلصنا منهم على أن نقوم بسداد ضريبة صغيرة، وهي أضحية بشرية حية. وما لا تعلمه أنني فقدت ابنتي وزوجتي في حادث، فأضحيت وحيدا في الدنيا، لذلك قررت أن أضحي بنفسي لأعيش في عالم الجن وأترك هذا العالم إلى الأبد وأخلصك من لعنة العائدون. صديقي العزيز، أعلم أن ما فعلته قد يكون خطأ، لكنه من وجهة نظري كل الصواب، وأعلم أنني معك دائما في أي يوم تحتاج مساعدة صديقك أيمن. وانتهت الرسالة ومعها اتحرقت الورقة في ايديا، رميتها بسرعة على الأرض عشان تختفي تماما. ودلوقتي وبعد مرور أكتر من 8 سنين على الحادثة دي، قررت إن أكتب ما حدث لأعلن أمام الجميع أن الصديق في معظم الأوقات يبرر بعض المواقف ليضحي من أجل صديقه. تمت.